with a competent physician, أي specialty, ويبقى أو استفقى مع هنا مدرس مساعد مدرس رايح سنة أو سنتين يتلمع ويرجع تاني. دي سكة ودي سكة ودي سكة. الاستاف اللي يجي جرانت من يونيفرستي اوف تورونتو مثلا او ماجيل او ويسترن اونتاريو او كالجري او غيره للجامعه هنا تقول لك انا مثلا مدي لك منحه لفرد لمده سنه او سنتين في التخصص الفلاني بتيجي الاسم ده اساين واحد هيطلع ده بياخد فيزا تانية خالص لا مطلوب منه رخصه مزاوله مهنه ولا مطلوب منه فيزا هجره ولا حاجه ده رايح ضيف يتعلم ويرجع يتعلم لان الاقسام الاكاديميك هناك اكاديميك بمعنى الكلمه لو ما مسكش مشروع ما نجحش ايام هيتعلم كتير قوي يعني كل اسبوع في جراند رانز 12 حالات فيها موبيدي في مورتاليتي رانز انجل كومبليكيشن او ان مات 12 كلينيكال باثولوجيكال كونفرنس لو باثولوجيست الى اخره X-ray rounds, journal club, كل أسبوع وكل واحد. ده بيجانب الشغل العادي. والشغل هناك يعني أنا كنت بقول إن عبيد الدولة الرومانية كان عندهم حقوق أكتر من نايب هناك. ما بتعرفش ليه من النهار. بتنام وقت ما يكونش ما فيش شغل. بتاكل وقت ما يكونش ما فيش شغل. ممكن تقعدوا ما تاكلش. ممكن تقعد يومين ثلاثة ما تنامش بقى نص ساعة هنا وربع ساعة هنا. إنما السنة 10 كمية الشغل وبتبقى عايز تتواجد في ثلاث أماكن في نفس الوقت. مطلوب في الإمرجنسي مطلوب في أوضة العمليات وعين تعبان في لابس عليه يبدأ حاجة طول النهار. سواء سليفري. إنما بتطلع بتطلع بحاجة بتطلع 100% اللي رايح يتلمع سنة اوكي اللي رايح يتلمع سنه او سنتين ما عندوش مشكله لانه بحضر معاهم ما حضرش ما حدش هيقول له انت ما جيتش ليه انما هو جاي عشان يتعلم فمش هيزود اللي رايح علشان ياخد اف اس اس ويرجع انا ما سمعتش عن حد عمل كده لان اللي بيفصل في السكه دي ما بيرجعش لانه علشان ياخد ريزيدنسي لازم يبقى لاندد ايميجرنت أو كنديان سيتيزن حاجة من الاثنين فما دام خد لاندد ايميجرانت وخد ريزيدنسي وخلص الخمس سنين وخد الاف ار سي اس اللي بينه وبين أكل العيش وأقصد وزارة المهنة ودي اللي أنا هتكلم فيها بإفاضة شديدة جدا لأن دي أهم حاجة في الموضوع ده هيقعد خمس سنين ريزيدنت في ريكوجنايزد بروجرام وفي كذا ريكوجنايزد بروجرام كل يونيفرستي هوستل فيها ريكوجنايزد بروجرام في كل التخصصات وعلمكم في بعض اساتذتكم في المسالك الاوليه هنا راحوا كندا سنه او سنتين علشان يتلمعوا زمان لما كانوا مدرسين او اساتذه مساعدين ورجعوا تاني ودول يمكن احسن من اللي ما راحوش بدون ذكر اسماء يعني اللي بياخد سكه الريزيدنسي ومهيش سهله لا سهل انك تاخدها ولا سهل انك تكملها ولا سهل انك تاخد الريفرنسز مفيش حاجه سهله بالنسبه لدرجه الزماله هناك صعبه جدا يعني انا لو خدت امتحانات خدت شعر راس الريفرنسز الانجليزي البرايمري بتاعها رهيب جدا انما البيسك ساينس بتاع كندا اضعاف 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 اديكم مثلا بسيط جدا انا عملتها سنه 70 في البيزك ساينس راجل جه قدامنا محاضرة على الالترا مايكروسكوبي اوف ذا بكتيريال سيل وول ادانا ملزمة تفني كده على الالترا مايكروسكوبي اوف ذا بكتيريال سيل وول وقس على كده كل حاجة تانية ولا أزال أذكر الكثير منها وبرامج أسيد موليكيولز والجاب اللي بينهم اللي بيخش بيها الأنتي بيوتيك والسيل ميمبرين اللي تحت السيل وول لسه فاكر بعضها انما كانت قد كده على هذه النقطه وقص على كده بيسك ساينس الفلسفه هناك ايه؟ ان الجراح البيسك ساينس بتاعه فيري سترونج از ا بيتر سيرجن احنا مش تكنيشنز احنا ساينتست براكتسنج سيرجري تكنيكال فلازم يبقى البيسك ساينس بتاعك فيري 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 سترونج
وبيركزوا على كده. لما بتيجي تمتحن اهم حاجه بيدقوا عليها البيزك ساينس، ما بيقولكش اوبريتيف سيرش ايه، اوصف لي العمليه دي ستيب باي ستيب، لان الكلام ده يستيكن فور جرانتد. انت قعدت 5 سنين في بروجرام وشفت فيه مئات اذا كانش الاف العمليات، ما بيدقش قوي في الكلينيكال والاوبريتيف كومبوننت، لان ده مفترض انك انت كويس فيه لانك قضيت مع فلان وفلان وفلان ولا اسم الفلاني وعارفين انت جاي منين، يبقى الحاجات دي تيجي في الكلام. بيشوف البيسك ساينس بتاعك، بيشوف الجادجمنت، بيشوف الكومن سنس، بيشوف السنس اوف برايورتيز، بيشوف انتسيبيشن اوف بروبلمز، بيشوف هاو يو هاندل ا كرايسيس. بيمتحن انت يوزنج سيرجري از ا ميك اب. يعني انا اذكر مثلا استاذ كان محاضره في الالكتروميكروسكوبي اوف ذا سكليتال ماسل. احنا عندنا الهيستولوجي، هيستولوجي والبايوكيمستري، والبايوكيمستري والفيسيولوجي، والفيسيولوجي والاناتومي، اناتومي. لا دولت حاجه واحده. فنط من البايوكيمستري لهيستولوجي لاناتومي لفيسيولوجي. رائع. كان اسمه بروفيسور ميو. بروفيسور ميو كان له كتاب تقني كده اسمه ميو هيستولوجي. فبعد المحاضره رحت قلت له بروفيسور ميو I enjoyed your lecture very much. But there is no way I can reproduce that on an examination paper. مستحيل حافظ الكلام ده. تقول سهل. How am I going to pass? الراجل كان رفيع كده، هو طقصية ولابس جاكيت من ايام ما كان طالب، بنطلون طالع 10 سم فوق بالزبده، ما فيش المناظر دي، مش مرسوم يعني. الراجل علامة بحر. فبص لي كده قال لي You see, 50% of what I told you today is going to be proved wrong in 10 years. The problem is nobody knows which 50%. We test your judgment and logic using science as a vehicle. If you satisfy us that you are thinking logically and scientifically, you pass. هو ده سر الامتحان. يعني انت هتذاكر تذاكر شعر راسك، هتلاقي نفسك الاجابات اللي جاوبتها في الامتحان انت مألفها on the spot. كل حاجه هواي. مفيش حاجه اطرش الموضوع ده. كل حاجة أخوان، كل حاجة أخوان. ده بالنسبة للإنفايرمنت بتاعه. السكة بقى اللي هنتكلم فيها بنتم عايزين تعرفوها. الإميجريشن مش سهلة. دي بلد بتنقي خلاصة الخلاصة. وما يهموش أنت مين. يهمه إنك أنت هتفيد المجتمع الكندي. يعني عندهم إحصائيات المجتمع الكندي محتاج مهن إيه؟ في عجز في إيه؟ يا دكتور حجر هاتوا لنا ناس من النوع ده. عندنا فائض من كذا، يا دكتور حجر ما تدخلوش ناس من النوع ده. يعني كان في وقت من الاوقات الدكتور ياخد في الكواليفيكيشن صفر. لو انت سباك هتاخد 10، لان محتاجين سباكين مش محتاجين دكاتره. لو محتاجين دكاتره هتلاقي نفسك تاخد سكور. فهو بيعتمد على احتياج المجتمع الكندي. ادالك لست الهجره ودخلت كندا. ساعه ما دخلت ملوش دعوه بيك. انت لازم تشوف طريقه وتكون محضر نفسك قبلها وفاهم السكه. السكه اذا كنت عاوز تعيش هناك لازم هتاخد لايسنس تو براكتس ميديسن. في لايسنس تو براكتس ميديسن انسايد ا هوسبيتال زي ريزيدنت، هتحصل ايدوكيشنال لايسنس دي تدي لك الحق تشتغل نهائي في مستشفى جامعي. ما تقدرش تكتب روشتات بره المستشفى، ما تقدرش تفتح عياده، ما تقدرش تشوف عيان بره المستشفى. دي رخصه. في رخصة تانية انت ستاف جامعي جوه المستشفى الجامعي، استاذ مساعد او استاذ او وات ايفر، اتعرضت عليا اعترفوا برخصة الانجليزي اللي معايا والفرنساوي اللي معايا انها بره سوق الجامعة انا مش دكتور. الرخصة التالتة بقى اللي لازم تاخدها واللي من غيرها بتضيع وقتك، اللي هي اللايسنس تو براكتس ميديسين ان اونتاريو. ان اونتاريو في حاجتين، في ذا رويال كوليدج اوف فيزيشنز اند سيرجنز اوف كندا، دي اكاديميه دي بتدي درجه الزماله في التخصصات المختلفه، لا علاقه لها بالترخيص. في حاجه ثانيه اسمها ذا كوليدج اوف فيزيشنز اند سيرجنز اوف اونتاريو بقى او اوف البرتا او اوف مانيتوبا او وات ايفر اوف كوبيك. ذا كوليدج ديت اللي بتدي الرخصه. الرخصه دي علشان تخش الامتحان لها مطالب.
مش مجرد انك تروح تدفع عشان امتحان وتخش تخش الامتحان وتنجح وتاخد رخصه، لا ده لها مطالب وبتختلف المطالب من وقت الى وقت. ايامنا كان في حاجه اسمها انيبلنج سيرتيفيكت، سيرتيفيكت تو انيبل يو تو سيت ذا اكزام. السيرتيفيكت دي مطلوب لها 17 حاجه توفيهم علشان تاخد السيرتيفيكت دي علشان تخش الامتحان. ولما دخلت على الامتحان الصفحه كان نفس الامتحان جنرال ميديكال كونسل اوف كندا في كل كندا من الاطلنطي للباسيفيك موحد، اوكي، بيمتحنوا طالب الكندي اللي خارج من تورونتو او خارج من ماجيل او خارج من واتاوا، وانا بمتحن معاه، هو ينجح ب 60% وانا انجح ب 80%. قال لك ليه؟ قال لك لان الديفيشنسيز اللي عنده في الاديوكيشن اللي خدها في الثيرد وورلد لازم يبين لي ان هو a little higher so he can match the guy who had excellent training earlier in his career. هم اصحاب الموقف وهم السابق، اوكي؟ امتحان الرخصه لما انا دخلت في 30% من الاسئله سايكاتري وانا ابيض يا ولد في السايكاتري باللوجيك وبالكومن سنس جاوبت ونجحت. ازاي؟ معرفش. قلت انا جايب لك صوره كده شويه كروموزومات وتحتيها في دياجنوسيس از خمس حاجات منهم ثلاثه سندرومز انت عمرك ما سمعت عنها، وشكل الكروموزومات دي انت المفروض تشخص من الكروموزومات دي الديزيز ايه وتختار واحد من دول. اوكي؟ بيجي في نقط معينه بيمتحن الدبث بس مش ما يحطش الكل الامتحان كده 1% مثلا كويستشنز او 2%. يجي في نقط معينه يمتحن في البريفري اوف ذا نارج، يجي في نقط معينه يمتحن في الكور اوف ذا نارج. كل سؤال له فانكشن، ذا فانكشن اوف ذا كويستشن، السؤال ده هدفه ايه؟ شير نولج مجرد نولج كده وخلاص ماشي نسبة معينة، لوجيك ماشي نسبة معينة، كومن سنس نسبة معينة، برايورتيز أولويات نسبة معينة، بيسك ساينس نسبة معينة، كلينيكال جادجمنت نسبة معينة. كل سؤال له فانكشن هادفة يمتحن الكواليتي دي فيك ومتوزعين بنسب معينة على الامتحان. الامتحان 180 سؤال على 3 ساعات، كل سؤال له دقيقة، بحيث انك انت لا تقدر تغش ولا تقدر تتكلم ولا تقدر حاجة. ولو سؤال عنكب معاك وقعدت تقدر تفكر فيه ضع منك سؤال تاني. اوكي؟ أول حاجة تيجي في دماغك 80% هي الصح. And don't second guess yourself and don't go back. على طول. الرخصة بقى علشان تاخد رخصة لازم تعرف من الكوليدج اوف فيزيشنز اند سيرجنز الريكوايرمنتس المطلوبة قبل ما تروح، وتبقى عامل زي الرخصة زي الأسد اللي بص على غزالة معينة لأنها بتحرك أو عجوزة أو إلى آخره وسبب الباقي كله هي ورا دي. أنت وراك حاجة واحدة بس، رخصة مزاولة المهنة. اي حاجة تؤدي الى هذا تمشي فيها، اي حاجة تمشيك في سكة جانبية ملكش دعوة بيها. وبيحضروا لك خواجيك حلوة قوي، تيجي حضرتك تقدم على ريزيدنسي يقول لك ادي لك كلينيكال فيلوشيب وهدي لك كذا الف دولار في الشهر. حلو، كلينيكال فيلوشيب دي لا مؤاخذة لا قيمة لها. تيجي بعد كده تخش اي امتحان يقول لك ما خدتش ريزيدنسي. وبيشغلك زي النائب بالظبط لما يقول لك كلينيكال فيلوشيب. ريسيرش فيلوشيب تقعد تحت في الكوادرون في الدوب لاب تعمل بيبرز وهو يحط اسمه عليه لانه قاعد يعمل فلوس فوق مش فاضي يطلع ريسيرش انما لازم يطلع بيبرز علشان تو كيب اب. فبيشغل الجماعه الايميجرنتس يشتغلوا في الكلام ده وهو ياخد الخميره وهم يشتغلوا الشغل. وده قمر. والاجنبي اللي رايح هم ده التارجت هيم فور ذات. انا اتعرض عليا الكلام ده كله. فت في الكلام ده كله. كلينيكال فيلوشيب لن تؤدي الى فاسيس
ريسيرش فيلوشيب لن تؤدي الى شيء الا قرشين. ولو انت مثلا مدرس في الجامعه استاذ مساعد ماشي طلع لك 2 3 4 5 6 بيبرز حلوين يساعدوك في الترقيه. انما لو رايح عشان تشتغل هناك كلينيكال وتعيش الكلام ده مضيع للوقت. والكلينيكال فيلوشيب مش هتؤدي مش هتسمح لك بدخول امتحان. ده لازم ريزيدنسي ان ريزيدنسي بروجرام. ريزيدنسي بروجرامز كتيره وفي حاجات دعاوه الاجانب صعب بيخشوها لان اولاد البلد يتبسوا عليها وهم لهم الاولويه طبعا. يعني ماجيل مثلا تورونتو ويسترن اونتاريو دولت يعني على راس النيشه شويه. الريسيزم هناك العنصريه اقل بلد في العالم الغربي كله فيها عنصريه كده. مش عايز كده. يعني انا ما حسيتش بعنصريه ضد الاطلاق الا مره واحده في ال 20 سنه اللي قعدتها. بس وكانت من مريض وبعد كده المريض قلب بقى ما هوش عنصري بالطريقه اللي انا اتعاملت معاه بيها. فما تخافش من النقطه دي. كل اجناس الارض موجوده في كندا. كنديان ممكن يبقى اي حاجه. انا اذكر كويس جدا كنت داخل لندن مره هيثرو ايربورت فطلعت له الباسبور الكندي بديه له فقال لي دكتور كندي. قلت له هاو داز ا كنديان لوك لايك؟ قال لي ام سوري اتفضل. حتى ما ختمش الباسبور. يعني بعض الناس متصورين الكندي لازم عينيه زرقاء وشعر اصفر وبتاع. لا ده انت بتلاقيه اسود وزنجي وهندي وفلبيني وصيني وكله كندي. وممكن تلتقي واحد شكله صيني كده وده رئيس القسم كندي. مش مشكله خالص. ممكن يبقى رئيس القسم عنده 30 سنة. يس. لأن ما بيبصوش للأكاديمية المطلقة بيبص للشخص الشخص ده. ينفع رئيس قسم ولا لا؟ الكواليتي ده. بالنسبة لكم أنتوا كناس عايزة عنده أمل مثلا لو كندا يعني يكسب أول حاجة يستهدف. ثاني حاجة يدرس كويس قوي 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 قوانين رخصة مزاولة المهنة في الولاية اللي هو عاوز يروحها. ويشوف هل هو كان كومبلاي مع الطلبات دي ولا لا. اذا كان مش هيقدر ياخد الرخصه ما يضيعش وقته من الاول. ويشوف اذا كان عاوز يشتغل تخصص معين الريزيدنسي بروجرامز وممكن الاثنين يمشوا جنب بعض. يعني هو داخل يقدم في ريزيدنسي ويخش في ريزيدنسي وبرضه الاثنين يمشوا بارلل مش واحده قبل الثانيه وياخدوا الرخصه اثناء الريزيدنسي او بعد ما انا اخدت الرخصه. أنا أخذت رخصتي بعد ما أخذت الفو أي سي إس. أخذت الفو أي سي إس الأول وبعدين أخذت رخصة بس أخذتها تاني يوم. يعني كنت كل أوائل متوضع. الجو هناك عكس ما الناس متصورة جو جميل جدا. الشتاء ساعة تلج بس الهواء جاف مفيش رطوبة خالص. رطوبة فين بقى؟ الربيع جميل جدا. الصيف ساعات بيبقى حار. الخريف تغير الوان جميله جدا. من اجمل بلاد الارض يعني. سويسرا على كبير وشعب طيب وكريم ومتسامح وايزي جوينج وحكومه ما فيش حكومه احسن من كده. حكومه تحس بخدماتها ولا تحس بسلطه اطلاقا. النواحي الثانية الإسكان أحسن إسكان في العالم كندا. ده كلام الأمم المتحدة مش كلام. أحسن تعليم في العالم كندا. في جامعات في كندا جامعة ماجيل مثلا وتورونتو وبريتش كولومبيا أظن محسوبين من أول 50 جامعة في العالم. وماجيل أظن في أول 25. في جامعات عريقة جدا جدا جدا. مش مهم تقول يعني بالنسبة للأجنبي ممكن تاخد بروجرام مثلا في نيو برونزويك أو ساسكاتشون أو حتت من الولايات اللي ما هياش يعني عليها العين. الولايات اللي عليها العين كيباك أونتاريو نمبر 1 كيباك ألبرتا علشان البترول وبتاع بقت فيها رخاء. تواصل الجامعات وتجيب منهم الإعلانات البيزنس بروجرام اللي أنت عايزه. تشوف مع القنصلية الكندية إجراءات الطلبات اللي لسه الهجرة. تبعت الكوليدج اوف فيزيشنز اند سيرجنز في الولاية اللي أنت عاوز تروحها أو فيهم كلهم تشوف الطلبات إيه تو جيت ا لايسنس تو براكتس بيس ان أونتاريو. أفتر يو إنتر كندا أز
لاند ايمج، يعني من غير لاند ايمج مش تبحث خالص. اول شيء اطلع من كندا نسيت زي لاند ايمج. فديت النصائح اللي هقولها لكم والحاجه